احنا عندنا مشكله يا جماعه. خير يا فراوله، في ايه؟ مستر يانج اختفى. لا مستر يانج ما اختفاش، مستر يانج طلع الصين علشان يجيب البضاعه بنفسه، وهو بس ما رجعش، بس هو هيرجع ان شاء الله. بس برضه مش هي دي المشكله، المشكله ان احنا مضطرين ناخر المرتبات والعمولات لفتره زمنيه. معلش بس الفتره الزمنيه مدى اللي هو قد ايه المده يعني؟ لا مش عارفه بالظبط هي ايه يعني، مش عارفه. طب وعمولاتنا؟ طب يا جماعة وعمولات الناس اللي تحتينا في الشجرة ايه نظامها؟ بالتبعية هتتأخر هي كمان. بالتبعية والجوازة هتتأخر هي كمان. بالتبعية هتتأخر هي كمان. طب ومستر يانج ده هيجيب البضاعة منين؟ واحنا هنجيب البضاعة دي منين؟ يا جماعة هتهدوا علينا في ايه؟ ايه كل الأسئلة دي؟ ما اللي هيسرع علينا يسرع على كل الناس. أنا قلبي مش مطمن. لا إلا قلبك أنت يا طويل يا فرع. اهدى على نفسك يا حكيم، مش وقته. خلونا نتكلم في الجد شوية، احنا في الظروف الصعبة اللي زي دي كلنا لازم نقف جنب بعض، ولازم كلنا نكون ايد واحدة، واللي مش هيكون معانا واللي عايز يمشي اتفضل، مش همسك حد ولا اتحايل على حد. ايه ده؟ حتى انت يا بت؟ طب ادفعي بقى البوفيه، ها مش شغاله سف وخلاص. مش كله. لو حضراتكم كمان عايزين تمشوا وتسيبوني اتفضلوا، الباب يفوت جمل. ما تلوميش عليهم يا فراج، ما تاخذنيش يعني، لولا العشره كنت خدت مشير احنا كمان وهبقنا. يا اندال، وانا اللي كنت فاكراكوا ولاد الشركه. الشغل شغل يا فراج، وبعدين ما تنسيش انت يوم ما جندي ما ادالكيش حقك انت سبتيه ومشيتي برضه. انت هتقارنيني بجندي؟ جندي ده نصاب، لكن انا بس ظروفي صعبه. وهو يانج ده يعني ابن خالتنا اللي هاجرت زمان الصين؟ ما تنحريش في قلبك يا فراوله يا حبيبتي على الفاضي، ان شاء الله الشركه بكره تقوم لها قومه وتبقى شركه قد الدنيا، وكل اللي مشوا دول هيرجعوا يتحايلوا عليك ويبوسوا ايدك ان هم يرجعوا، واحنا ساعتها اللي هنقول لهم لا، بس طبعا هنبقى استفدنا ان احنا عرفنا مين عدونا من مين حبيبنا. انا قاعد معاكم. يعني مش هتهبه؟ لا. والله انا خايفه يطلعوا هم اللي صح. تقولي ايه؟ لا ولا حاجه، بكلم نفسي. لا طب معلش يعني انا بس عايزه اعرف المشاكل الماديه دي ممكن يكون قدامها قد ايه يعني، لان ولا مؤاخذه حتى العشره ليها صلاحيه ولا ايه؟ تتحل امتى يا استاذ شندويلي؟ الله اعلم. طب يا جماعه انا عندي سؤال، عشان انا شجرتي كده بتنهار، الناس اللي مستنيين البضاعه بتاعتهم دي اقول لهم ايه؟ هتيجي ان شاء الله. يا اخوانا ارجوك. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.